فن الطبخ من الفنون اللذيذة، حيث أبدع فيها شباب سعوديون في هذا الفن، وتميزوا بتحضير طبقهم الخاص اللي يعتبر من ضمن الأطباق المصرية الأصيلة. هذا الفن مذاق الكشري هو عنوان تميزهم. معنا عبد الرحمن العبسي، شيف سعودي وصاحب مشروع مذاق الكشري، حياك الله. الله يحييك يا رب، وشكرا لاستضافتكم، وشكرا برنامج سيدتي. حياك الله. الله يحييك. بداية عبد الرحمن، احنا ما شاء الله من الان، من قبل حتى نبدا الفقر احنا نشم ريحة من بعيد. ما شاء الله. ما شاء الله. احكي لنا كيف بديتوا المشروع وكيف جاتكم الفكرة؟ طبعا جاتنا الفكرة في البداية ان نبغى نفتح مشروع ننزل السوق في يعني نواكب الناس في الفوترك وهذه. فجت الفكره من الوالد انه ايش رايكم تنزلوا وتجربوا. فبدينا في بسطه في البدايه. ايوه. وما شاء الله يعني وجربنا الكشري وجاء اقبال الناس ما شاء الله ودعم الناس كشباب يعني ما شاء الله انتم تبون الاكل مره لذيذ. فاستمرينا على البسطه هذه وشفنا اقبال الناس جدا كبير علينا. ففكرنا نفتح، خلاص نفتح المطعم، نفتح نحطنا فرع رئيسي يجون الناس لين عندنا. ممتاز. الفرع حلو، فتحت الفرع. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله فتحنا عندنا فرعين. ما شاء الله. الله يزيدكم ان شاء الله كده ويبارك لكم. وزي ما يقول اهلا بالحامل والمحمول. طيب ابغى اسالك يا حضرتك، طالب ما زلت تدرس صحيح؟ وشيف، كيف توفق ما بين الاثنين؟ ما في الدراسه هي اوريدي اصلا تحتاج وقت طويل. ايوه صحيح. لكن خلاص ترتيب الوقت، غير الشباب يدعموني ما شاء الله، خاصه توفيق الدراسه يخلوني ما شاء الله يعني في الوقت الاختبارات هذه لا خليك احنا بنشتغل، خليك انت مرتاح، لا تجي ولا لا، يعني في دعم من الشباب. جميل. ممتاز. هذا الشيء ساعدني مره، التوفيق بين الاثنين. طيب ايش تخصصك يا عبد؟ اداره اعمال. ما شاء الله. اوكي، عشان كذا يعني مشاريع. المشاريع. ايوه ما شاء الله تبارك الله. انت يعني بديت اوريدي بالمشروع وبديت باعمالك او اداره اعمالك باذن الله. طيب سؤال، أكيد مو أنت اللي بتسوي الأشياء دي، أو مش أنت اللي كنت في البداية بتسوي الشيء ده، أكيد الوالدة لها. أيوة أكيد. في نفسها الكرنب، أكيد مو أنت اللي بتلفه حباية حباية ولا ورق العنب مثلا. لا، الكرنب والورق العنب هذا طبعا شغل الوالدة ما شاء الله، الله يحفظها. والكشري حنا نطبخه من الالف الى الياء كامل. ما شاء الله، اكيد نوجه لها تحيه الوالده. واكيد اي والله اكيد نوجه لها تحيه. احنا نعرف ان دائما في سر لكل طبخه، وواضح ان عندكم سر مميز يميز مذاق الكشري. تميز عندنا احنا في المنتجات، احنا ناخذ افضل انواع المنتجات الموجوده في السوق. ممتاز. من كلها، من المكرونه والرز والعدس والحمص والكشنه، هذه طبعا بشكل يومي تسوى اللي فوق اللي هي اساس الكشري. الصوصات ما شاء الله فيها تقريبا نستخدم 7 انواع من البهارات ما شاء الله. الصوصات هذه الصغيره هذا سر الوالده. هذا لا، هذا مستحيل يطلع، هذا هو السر، هو اساس الكشري. ما شاء الله تبارك الله. كمان انتم تقدموا اشياء اضافيه او اطباق اضافيه؟ عندنا ايوه غير، بس ما اقدر عشان الوقت ما اقدر تجيبها معي. عندنا البطاطا المبهره، هي بطاطا مسلوقه وعليها البهارات، شكلها تقدم زي الايس كريم. عندنا واحده تحب البطاطا رؤى. جدا وخصوصا تكون مسلوقه. بس تعرف ما شاء الله ايش اللي بيميز يعني، على حسب احنا شايفين ورق عنب وكشري وكرومب، وعندكم كمان صوصات خاصه وبهارات خاصه. أريد حاجه لما تطلبي شيء من برا ويكون طبخ بيت. ايوه هذا اللي انا الحين كذا اشوفه، هذا الشيء يميزكم. ما بيكون الشغل التجاري السريع انه باي نكهه وخلاص. لا يعني لا. حتى قبل شويه دقنا ورق العنب، اذا تسمحوا لي كمان بعد شوي ارجع اخذ لي وصفه. تفضل. اكيد بالعافيه. تفضل. على فكره انا جايبه لك مناديل، يعني كلكم اللي شكرا مناديل، فكلكم تحبوا تذوقوا كلكم. طبعا طبعا. فعارفه يعني اسم الله يديكم العافيه. فطبخ البيت هذا اللي بنفس النكهه اتوقع انه كمان ممكن يكون من اسباب النجاح. صحيح طبعا. هو يعني مو احد بيطبخه، ولا هي وجبات سريعه ولا هذا، يعني كان مثلا او انه فيها مواد حافظه كثير. لا لا، ما في اي مواد حافظه ابدا. طبعا كل شيء بيوميه بيومه حيمشي، يعني كان احد اللي بيطبخ احد من اهلك يعني اللي بيطبخ. احنا ولد عمي اللي بيطبخ او اخوي اللي بيطبخ، فكان يعني حتى اذا بنطلع كاستاز وذا فاحنا اللي نطبخ لنفسنا، ما يحتاج ناخذ الفول. ايش الاطباق الجديده اللي بتفكر تدخلها على المنيو؟ ممكن طواجن. طواجن طبعا. حلو. طب ما دام انك انت بديت مثلا في الكشري، شوف انا بقترح عليك وبديت في الكشري، الكشري اكله مصريه ومحشي كرومب ومحشي ورق عنب ودي الاشياء، ليه مثلا على بال مثلا على المود المصري مثلا تخش مثلا حشوات حمام وملوخيه بالارانب والحركات دي؟ يعني يا عبد الرحمن اقترح، انت حر يعني. لا هو حلو الاقتراح، بس انه احنا ودنا يعني شوف المنيو عندنا الوجبه الرئيسيه اللي هي الكشري، ما ودنا نكثر اصناف
وما في الجودة. احنا ودنا نحافظ على الجودة لو حتى بصنف واحد بس انه جودة عالية يوصل الزبون او اللي بيجي ياكل، لا ياكل شيء جدا في جودة عالية ومستوى عالي. هذا شيء حتى يميزنا عن غيرنا بجد. يعني اذا مثلا جاء في باله يبغى كشري فعلى طول حيجي في باله مذاق الكشري. يا سلام، هذا سبب تسمية برضه مذاق الكشري، لانه خلاص هنا المذاق حق الكشري حلو. طيب اذا زودنا ممكن يكون ما في اتقان زياده في لا هذا اللي يميزكم زي ما قلت هو الاساس. ايوه، كم صار لها عمر المشروع يعني الى الان؟ كم المده؟ سنه وشهرين. طيب الفرع الاول سنه، الفرع الثاني هذا له شهرين، هذا عمر الكشري. ايوه ما شاء الله. عادي اسال فين فروعكم؟ فين فروعكم؟ ايوه فرعنا عندنا فرع في العزيزية. ايوه والفرع الثاني في الحزم مع مجمع المطاعم. يلا شدوا حيلهم الشباب يروحون ياخذون كشري من هناك. ايوه لازم ينورونا والله. طيب ايش تطلعاتكم المستقبليه؟ ايش تتمنوا؟ هل بتكملوا نفس المجال كشري ولا راح يتوسع المجال اكثر؟ اكيد ان شاء الله راح يتوسع، لكن الاساس عندنا الجوده، هذا اهم شيء. طبعا هدفنا في المستقبل انه نغطي جميع مناطق المملكة في الشرقية والمدن الكبرى، أهم شيء أول شيء جدة والشرقية وننزل الجنوب والمدينة. ممتاز حلو. احنا نعرف انه انتم اربع شباب سعوديين ما شاء الله، هذا الأساس. ما شاء الله تبارك الله، وانه عندكم ابداع وطاقة وقدرة على انكم تعملوا الكشري، انتم اللي تسووا بنفسكم. كيف معك كطاقم وتيم، كيف انتم ممكن توفقوا بينكم العمل هذا؟ بالعكس والله، جدا تعاون وجدا دعم واصرار بين بعض. والاكثر اللي يدعمنا الزبون، لما يجي الابتسامه الكلمه الحلوه الطيبه هذه اللي ترفع معنوياتنا. بالعكس تزيدنا وتزيد الاتقان وتزيد حب العمل، يعني طبعا بشكل يومي ما في اوف، حتى خميس جمعه ما في اوف. فخلاص تحب انت الشيء هذا اللي تقدمه وانت تحبه فتبدع في الشيء. ما شاء الله. تقول لي اسمائهم، احنا كنت عبد الرحمن، مين عبد الرحمن؟ عند عبد العزيز عبد العزيز هنا خلف الكواليس، اهلا وسهلا. موجودين والله. ومين؟ وهشام برضه. هشام هذا هو الشيف هذا. اهم 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 شخص معاكم الوالده، اكيد نوجه لها تحيه. اي والله اوجه لها تحيه الوالده، الله يحفظها يا رب. الله يديكم العافيه. ان شاء الله موفقين دائما ان شاء الله. عاد احنا ما نقدر نتحمل، احنا لازم نطلع فاصل عشان ناكل. اي والله يسلمكم. مشاهدينا فاصل ومكملين معاكم.